بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل الخير والمحبة والوفاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ورشة جديدة ومحاضرة جديدة من المحاضرات التي يقدمها RBC ستيم، وهذه المرة RBC ستيم في جامعة البتراء. اليوم ضيفتنا مغايرة تماما عن كل الضيوف السابقين، ومحاضرتنا اليوم شيقة للغاية بإذن الله تعالى. تكون معنا وتهل علينا الدكتورة دلال قطيشات، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية وخبيرة التدريب في مهارات القيادة والحياة الأساسية. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم: الحياة واحدة والطرق متعددة. أود التذكير بأن هذه الورشة نظامها مختلف تماماً عن بقية الورشات التي قد حضرتموها من قبل. زوم في خاصيتين: خاصية الميتينج وخاصية الويبينار. خاصية الميتينج بيتداخلوا الأشخاص صوتياً، بيقدر يفتح المايك، بيقدر يفتح الكاميرا، لكن الويبينر بس الأشخاص اللي محددين. الدكتورة دلال معاكم، أنا كمان وزميلي قائد الفريق في جامعة البتراء مهيمن، هم اللي قاعدين بيقدروا يحكوا. البقية المايك مقفل عندكم، متأكدوا تماماً، ما في داعي تضل تسأل وتحكي إنه مقفل ولا مش مقفل، وكذلك الكاميرا مقفلة تماماً. إن أحببت طرح سؤال على الدكتورة دلال بإمكانك عن طريق التشات تطرح السؤال، أو عن طريق الكيو أند إيه اللي ظاهرة أمامكم أعلى يمين الشاشة، أو بإمكانك إن أحببت الدكتورة دلال ذلك، إذا بتحبي دكتورة المداخلات صوتية إنه يرفع الشخص إيده وبنخليه يتدخل صوتيا معك إذا بدك. يعني أنا أشوف إحنا زمننا 40 دقيقة صح؟ لا، مفتوح معك دكتورة اللي بدك. طيب، يعني أنا بفكر إنه 40 دقيقة هلا مفتوح. بدي نقطة معينة، النقطة الأولى أنا هحكي تمام، ولكن وحخلص اللي عندي بعدين نفتح باب الأسئلة. هلا أنا حيكونوا بكتبوا تحت في حالة لو خطر في بالهم سؤال وأنا عمالي بشرح وقرأته تحت أنا حجاوب عليه، فإحنا وسيلة التواصل تبين كتبوا أسئلة أو كومنتات أو هم حابين بعد هيك يتواصلوا. ممتاز، على بركة الله. شكرا لوقتك دكتورة، انك كنت معنا اليوم، وتفضلي دكتورة الكلمة إلك ومعك. طيب احنا انا بس اعذرني عشان انا اللي مش شايف انه في معنا مشاركين، يعني نستناهم. لا دكتورة، عدد اللي موجودين الحين في هذا 70 شخص. عشان انا مو شايفة. طيب بتقدري تدخلي دكتورة، شوفي عندك البارتيسيبنت تحت جنب الشير، اضغطي عليهم بتلاقي هي 71 شخص موجودين. تمام، يعني أنا محمد نسيت اسمك. أنا عمار دكتورة. أنا عمار. عمار أنا بشتغل على الزوم دائما، يعني أنا واحد والله بعرف له، بس الفكرة إنه أنا ما شفتهمش بالفيديوهات عشان هيك، فهاي بسيطة عمار ليس إلا. طيب يلا نبدأ. بسم الله. بس أنا بدي أسأل، اللي موجودين كلهم صيادلة بدرسوا صيدلة ولا كيف؟ لا دكتورة، مختلفين التخصصات، وهي على الكومنتات احكوا لنا ايش التخصصات عشان الدكتورة تشوف. تمام، لكن كلهم من طلاب جامعة البتراء. من اغلب الجامعات دكتورة، مش بس بتراء. لكن المنظم لهي الفعالية جامعة البتراء. خلص، تمام. هندسة جينات، فرح، زينب صيدلة، وهكذا. طيب كويس، الهام صيدلة. طيب الله يعطيكم العافية. يلا شباب شوفوا، أنا أهلا يا عطاف وهبة وسارة والجميع. سارة رياضيات وهبة تسويق ونور علم تكنولوجيا وأغذية، ما شاء الله عليكم كلكم تخصصات جميلة. طيب إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بيسان بتحكي لي أنا طالبة مدرسة، يعني أنت أحلى واحدة معنا الآن موجودة. أهلا يا رانيا، مساء الخير. طيب لما تواصلوا معي الشباب وصاروا يحكوا لي دكتورة أنتي بإيش الموضوع اللي بدك تختاري فيه عشان تحكي فيه، حكيت لهم أكيد أنا بعطي مهارات حياة كوني أنا بدرب في مهارات الحياة. للتذكير، مهارات الحياة بتعلمك كيف تتعامل مع إدارة ذاتك، تحاول تفهم نفسك من خلال الذكاءات المتعددة، ومنها الذكاء الانفعالي، منها قدرتك على التفكير، نعطيك أنواع التفكير: التفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير الإبداعي وهكذا. منعلم عن القيادة،
كيف تكون قائد، تقود مجموعات، شو يعني فريق، شو يعني تشتغل ضمن فريق، كيف تعمل تأسس مشاريع، ومنها علاقات اجتماعية، يعني إدارة الغضب، إدارة انفعالاتك وهكذا. بمعنى آخر إنه الأساس في الحياة هو أنت بس، كل ما يدور من حولك أنت من تصنعه بردة فعلك عليه، لأنه كل ما يدور حواليك يدور على هبة وعمار وياسمين ولبنى ودلال وكل فرد في الحياة. إذا طلعنا بنظرة معينة هنكتشف إنه كل اللي موجودين في يوم من الأيام مروا بلحظة فرح، وكمان إذا تذكروا إنهم مروا بلحظة حزن، مروا بفقد، مروا بلحظات ألم، مروا بلحظات اعتصار، يعني شعروا أنه بهاي اللحظة أنا واصل إلى مرحلة إغلاق من كتر ما الدنيا شادة علي، شادة علي أنا كدلال. في لحظة مثلا لما شعرت أنه أنا بلحظة ما يش مصاري نهائيا وعلي تسديد ديون كثيرة، بينما رنا مثلا كانت بلحظة إنها قدمت توجيهي، فلنفرض حدا اسمه رنا قدمت توجيهي لكن وكان الأمل النجاح، فإذ بها بترسب، فشعرت إنها بهاي اللحظة تعتصر. كل واحد فينا مر بلحظة قهر، وكذلك مر بلحظة سعادة ولحظة دفء ولحظة فقد. يمكن في يوم كلنا دون استثناء حبينا، يعني بإيش بسموها، بتغيير معنى الحب وشو مفهوم الحب عند لال، شو مفهوم الحب عندك، وا ولكن يمكن إحنا حبينا، يمكن إحنا تعلقنا بأشخاص. معناها كلنا في المحيط الخارجي إحنا منمر في نفس المعطيات، ولكن كيف إحنا منتعامل معها ساعتها الحياة بتقرر أي طريق رح تسلك معنا. كمان مرة، إحنا العنوان اللي أنا اخترته الحياة واحدة ولكن الطرق متعددة، بمعنى إنه ما يدور حولك من معطيات في الحياة، سواء ما بين عطاء وأخذ، تعطيك لحظات فرح وسعادة وبيت دافي وزوج وأولاد، تعطيك أشياء كثيرة، وتعطيك صحبة، تعطيك تخصص جيد، تعطيك فلوس، تعطيك شكل تعطيني شكل حلو، وممكن تأخذ مني أشياء كثيرة. كل واحد فينا هلأ بتذكر إنه ينقصه شيء، بس بالنهاية الحياة واحدة، إحنا باختياراتنا في طريقة تفكيرنا وردود أفعالنا منقرر إيش الطريق اللي نسلكها. يمكن أنا بديت من النهاية اللي هي عشان أوصل لكم الفكرة شو يعني الحياة واحدة والطرق لكنها متعددة. أنا الآن أكبر وحدي فيكم عمراً على هاي المنصة، أكيد طبعاً مش يعني تفكروا إن أنا كبيرة، ديروا بالكم، بس يعني أنا بكبر حالي، ما إنكم أنتوا والله طلاب جامعة وسنة أولى وتانية وتالتة ورابعة، أكيد بصفي أنا أكبر وحدة 100% حاصلة على الدكتوراه، يعني بالميت يعني خدوا لكم عمري 35. طيب إحنا منحب نمازحكم عشان كم عمرك؟ العمر كله على السريع البنات، يا ضيع فرح خريج من 3 سنين بس برضو بطلع أكبر منك يا فرح. طيب فلما بتاخدوا مني فعلياً أنتوا بتاخدوا حصيلة حدا مرت الحياة في صعود وهبوط. الشيء اللي وصلت له الآن أنا ما وصلت له من فراغ، أنا تألمت كتير لكني اخترت الطريق الأصعب الأطول لكني وصلت. دايماً كانوا باللي حوالي حبطوني يحكوا لي إنه طبعاً عادي تسجلوا، طبعاً كانوا ضلوا يحكوا لي إنه بزماننا مش لكل مجتهد نصيب، زماننا لكل واحد عنده واسطة نصيب، ولكل واحد بيعرف واحد ممكن عينه نصيب، ولكل واحدة بنت نسب هي نصيب. أبدا يا جماعة، أنا أرفض هذا الشيء تماما. أنا بدرب مهارات حياة لشباب زيكم، والله وأنا صادقة معكم، كل شاب وصبية تعبوا على أنفسهم واشتغلوا كويس
كل واحد فيهم بالنهاية وصل للي بده إياه. ويمكن أنا أكبر مثال أمامكم بس مع فارق. بالبداية اعرف أنت مين، أنت وين، أنت إيش بدك. أنتم الآن في رحلة بحث، عشان هيك بدي أحكي لكم معلومة عني. أنا أول ما تخرجت تخرجت أنا من كلية الشريعة، على فكرة أنا دارسة شريعة، ثم بعد ذلك أكملت علوم تربوية. أول ما تخرجت رب العالمين قدر إني أتعين، ومن غير فيتامين واو يا شباب، قدر الله عز وجل، إذا ربنا جمعنا مرة تانية بلقاءات بحكي لكم كيف. فأول ما تخرجت تعينت شريعة، ضليت 10 سنين مجمدة. عارفين شو يعني مجمدة؟ يعني بهالمدرسة أصحى أروح على المدرسة، أداوم أرد أروح. 10 سنين ما وفرت فيهم تعريفة مع أنه كان راتبي كويس. 10 سنين ما كونتش، يعني ما اشتريتش سيارة. 10 سنين شعرت أني ماديا مش موفقة. 10 سنين ما عرفتش إلا المدرسة كانت بجنب البيت، من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. 10 سنين علاقاتي هاليد محدودة. لكن في فارق، أنا في 10 سنين كنت في عملية بحث عن نفسي. أنا إيش بدي؟ أنا وين؟ أنا اختياراتي في الحياة هل نهايتها هون؟ كانوا دائماً بعد فترة أهلي رحلوا على مكان معين، أنا ما كنت متزوجة، فرحلوا أهلي على مكان معين اللي هي منطقة أرقى وأحلى، ويعني بتعرفوا هيك زي اللي عايشين عن جد وهاي كلاس فكانوا يحكوا لي اتركي هذا المكان. أحكي لهم أبداً أنا هذا المكان مش راح أتركه. كان غريب، إصراري بهذا المكان غريب، لأني كنت أجد إني أنا هنا أصنع. وشباب أنا بحكي عن نفسي لسببين. الأول أنا بخبرة أكبر نتيجة العمر، والسبب الثاني دائماً المدرب لازم يحكي عن نفسه لأنه بيكون أكثر تصديقاً للي مقابله، وليس من باب التباهي لا والله. نعود، فما تركت المكان، لكن كان هاد دائماً شغال. لوين بدي أروح؟ لوين بدي أوصل؟ أنا شو بدي بالحياة؟ يعني هل أنا راضي عن هذا المكان؟ الله سبحانه وتعالى كان يعلم حرصي على إني أقدم أحسن ما عندي في هذا المكان، لكني أنا طالعة. يأتي آخر 3 سنين من حياتي اللي 10 هدولة بيسحقني ربنا سحق تحت بخليني أمر في ظروف ما يعلم فيها إلا الله. بين قوسين خسرت من وزني في فترة قصيرة 13 كيلو هيك. إحنا النساء من موت على الرجيم، أنا خسرتها فعليا خلال فترة قصيرة جدا، كان سحق. لكني والله ما كنت أعرف وين ربنا بدي يوديني. كنت أمشي مرات في الشارع أحكي ليش يا رب توصلني لهاي المرحلة مع إني أنا حدا مخلص في عمله لكنه يبحث عن مكان جديد. لحظة من اللحظات قررت إنه ستوب، لهون أنا بدي أترك المكان وأترك هذا الزمان وأبدأ برحلة جديدة. ويقدر الله عز وجل إنه الفترة اللي مريت فيها سحقتني هي كانت بداية مرحلة جديدة لما وجدت نفسي. أنا شخصية عندي قدرة على الاتصال والتواصل، كنت في التدريس كتير ناجحة، وبالتالي لي كاريزما في التعليم، بديت ماجستير، بديت دكتوراه، وإذ بي أجد نفسي في حقل التدريب، صرت مدربة، دربت الوطن العربي، طلعت برا ودربت، اشتغلت في السعودية، احضرت مؤتمرات، رحت على آخر إشي رحت احضرت دورة تدريب مدربين بالهند عشان أخذ شهادة دولية. صار معي مصاري بس مش كتير، ترى أنا واحدة بتبعزق. فوجدت نفسي إنه أنا هنا، أنا أرى لولا 10 سنين اللي أعطتني الحياة فيها أشياء إيجابية ومصائب وهموم ما صنعت شخصي. بس مع فارق شباب، أنا كان عندي إرادة من جوا على التغيير، أنا بدي يحصل معي الخير، أنا بدي. أنا هذا وصلكم إياه. عشان هيك في مثل هندي بدي تكتبوا لي، أنا اليوم جايبين لكم معلومات كثيرة بس بدي أبدأكم من وراء، بياكم تكتبوا هذا المثل، هذا حكمة هندية معروفة للي بيكتب. براءة رفع إيدها، شو يا براءة يوسف لسه ما بديتش ست براءة، خير إن شاء الله، شو يا براءة اهدي.
هلا برجع لك بالصبر. من الحكمة الهندية إيش بتحكي؟ المؤثرات الخارجية لا تؤثر بالإنسان ولكنها تظهر ما بداخله. كمان مرة، المؤثرات الخارجية لا تؤثر بالإنسان ولكنها تظهر ما بداخله. معناها لما إحنا كلنا بنمر بنفس الظروف، الظروف واحدة، المؤثر الخارجي واحد، ولكن ما صقلناه في أنفسنا سلبا أو إيجابا هو اللي طلع. إذا صفت الحياة واحدة. خليني أعطيكم بعض تعريف الحياة اللي موجودة بالفلسفة والناس ماذا تنظر إلى الحياة. أنا حبيت أجمع لكم مجموعة من التعاريف، وهي كلها كلمة كلمة، أو كتبت ورايا، هي عبارة عن كلمة كلمة. أول إشي بدي أبدالكم بشيء جميل جداً، وهي آية قرآنية: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أعيد: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. وهنا قال العلماء: ما الحياة الطيبة اللي رب العالمين بده إيانا نعيشها؟ بعضهم قال الحياة الطيبة هي السعادة، وهي من الأشياء اللي وقف معكم فيها السعادة. منهم من قال العافية، وأنا مع هاي النقطة. يعني لو فقدت أشياء كتير من معطيات الحياة وضلت صحتك معك فأنت بألف خير. شو الدليل؟ خلي راسك يوجعك ليلة، ألم وشربت بنادول وما ضبط معك، بتعيف الدنيا وما فيها، وتتمنى لحظة ما يرجع الهدوء إلى راسك. ولما هيك تصحصح تحكي الحمد لله إنه رب، بتشعر إنه السعادة بين إيديك بهاي اللحظة. منهم من قال إنه الحياة نبتة، الرسول عليه الصلاة والسلام وصف الحياة بماذا؟ مزرعة الآخرة. يا الله ما أحلى هذا الوصف، أنت تزرع في الدنيا عشان تحصد في الآخرة، فشبهها الرسول مزرعة الآخرة. أديسون مكتشف اللمبة لما سألوه ما الحياة، شوفوا ما أحلى تعبيره، قال الحياة مغامرة، إما مغامرة أو لا شيء. أديسون قال الحياة إما مغامرة أو لا شيء. اكتشفت أنه أديسون قريب إلي، لأني أنا حدا مغامر جدا في الحياة، أنا لا أقف، يعني وين في ممكن يكون في مغامرة، حتى لو فيها خسران أكيد فيها مكاسب. فأديسون قال الحياة إما مغامرة أو لا شيء. طيب غاندي اللي هو المناضل الهندي ماذا قال؟ قال إنها الحب. كل واحد فيهم الحياة عنده، لاحظوا جسدها بمنظوره. أكمل لكم ماذا قال أينشتاين، يعني يا ريت تكتبوا لي إجابات برأيكم. أينشتاين لما بده يوصف الحياة، أينشتاين شو بده يحكي؟ يعني عن جد العلم، الله عليك الوزان أحمد، الله عليك أحسنتي، يعني اقتربت نورة فيزياء. نعم. نورة فيزياء. طيب أحكي لكم ماذا قال عنها بكلمة مختصرة، قال إنها المعرفة. تفاحة وردية، ماشي يا مرام، شكرا ست مرام. هدي المعادلات. نعم. فقال عنها هي المعرفة. طيب شو رأيكم نحكي عن بيكاسو الفنان العظيم، ماذا وصف الحياة بكلمة؟ ماذا وصف الحياة بكلمة؟ موسيقى، الله عليك يا نورة. الرسم، نعم نعم يا فريق RBCS، نعم. يعني الحياة فن، خلاص شكرا يا إسراء، هذه هي الكلمة، لوحة، الخيال. إيش يا عمار، شو الشخصيات اللي معنا، إيش هدول؟ والله أسعدتوني. شفت الدكتورة، هذا عشان وجودك يا دكتورة معنا. يعني رسالة حب للشباب والبنات، بس زوجي ما يفتح الباب. طيب نرجع عنترة، يلا شباب ماذا وصف الحياة؟ يلا عنترة. ليلى. ماشي رانيا شعر. علقم. عبلة أحسنتي يا هدي العاطف، قال عنها شجاعة، نعم هو وصفها بأنها شجاعة. الحب، نعم. اللي بنستنتج من هذا الكلام شباب نقطة مهمة: الحياة واحدة ولكن كل واحد منهم اختار طريقه فيها. اللي عاش، اللي اختار طريق الحب
قال عنها حب. وأينشتاين لما اختار طريق العلم قال معرفة، وبيكاسو لأنه عيش في أجواء قال عنها فن وهكذا. ولكن كل هذا بيلم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأسأل الله يا شباب اللي كلكم اللي معنا، ربنا يحييكم حياة طيبة في الدنيا وفي. تعالوا يلا نرجع له. نعم كل واحد بوصف الحياة بمنظوره، ولكن صبركم علي، إحنا لسه عمالنا بنحكي، لسه بدنا نكمل نوصل لنتيجة مهمة كتير. واحدة من النتائج شباب، شو اتفقنا على المثل الهندي؟ المؤثرات الخارجية هي فقط شمالها. يلا جائزة، يعني وعد، إذا ربنا خلاني ألاقيكم في مرة من المرات في مكان يعني مباشر، وعد لا يكون في هدية. فيلا احكوا لي المثل أو الحكمة الهندية. أسرع واحد بيكتب نورة، تمام، اللي هي ما اللي هي المؤثرات الخارجية إنما هي فقط مالها. نعم، هي فقط تظهر ما بداخلك. بالضبط، شو اللي بداخلك شباب؟ جيناتكم، تنشئتك، تقبلك. شو دخل دكتورة الجينات أو لا؟ هلأ إحنا كيف شخصية الإنسان؟ ما شاء الله عليه شو هادي، يا بي يا شو سريع الغضب، يا الله شو إنسان حساس. هاي الصفات يا جماعة قال علماء الوراثة ممكن تكون إلها علاقة بالجينات، إلها علاقة بالقشرة الدماغية. مثلا مرات بتحكي في حدا سريع الاستجابة، في حدا نايف، لها علاقة بالجينات، وكذلك لها علاقة بالبيئة. فبيئتك وجيناتك وعلمك اللي تعلمته ومعلماتك اللي تأثروا فيك، اللي أثروا فيك، كلهم بيطلعوا بلحظة لما يصير الإشي. يلا نكمل تعريف الحياة. الحياة بتعريف جميل، هي عبارة عن أنت والآخر. أنت بجسدك وعقلك وروحك، والآخر بالعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، هي تشكل حياتك. أنت والآخر، فكروا فيها، مين حياتي؟ يعني الحياة شكراً يا نور، أنا دخلت الورشة لأني قرفان حياتي. أول إشي يا نور، أول نقطة بدي أحكي لك إياها، أنت صبية صغيرة، هاي الكلمات لما بتحكيها بتأثر على نفسيتك. وبدي أحكي لك شغلة، نور شاب، ماشي نور، نعتذر سيد نور، والله أسأل الله يا نور أنه تكون هاي الورشة بداية تفكيرك الإيجابي مش السلبي. مش السلبي ليه؟ لأنه لسه صغير، كم عمرك عشان تحكي هاي العبارة؟ وعلى فكرة في ناس بيقول لك والله نفسي أموت، ما أنت مش حتموت، ما أنت حتعيش لعمري ولعمر أكبر مني. فحاول أنه أنت تغير. نور أنت 31 ماشي، بس أذكرك صدقني بناءك الداخلي ينعكس على حياتك. والله يا جماعة والله ليست بالغنى ولا بالفقر ولا بالممتلكات، بتقبلك أنت وتغييرك للأشياء اللي حنهي فيها. مع أنه نور سبقنا، لازم دائما تعمل مراجعة على نفسك. يا نور لازم تعمل مراجعة على نفسك. شايفين الدكتورة اللي أمامكم؟ والله إني دائما عندي دفاتر مليانة بضلني أراجع فيها نفسي، بضلني أذكر فيها حالي، وين وصلت، شو لازم أعمل، هل أنا صح، هل أنا غلط. لما بيصير عندي موقف معين، والله يا شباب إني ما بخلي حدا من المقربين إلي اللي أنا عارفة حيقدموا لي نصيحة، إني أرن عليه أحكي له إنه صار معي هيك، مش عارفة شو أعمل. صار يقولوا لي أنت بتسألي، طب ما أنت بتعلم الناس. بقول لهم يا جماعة، أنا بلحظة ما أكون في قلب المشكلة ما بعرف أحلها، وهذا شيء طبيعي. فنصيحة يا نور، لازم تراجع شوية نفسك. عشان هيك أنا دخلتني لموضوعين، الأول إدارة الذات، والثاني مراجعتها. كيف؟ جيب ورقة وقلم واكتب يا نور، اكتب انت مين، شو سلبياتك، شو ايجابياتك، شو عملت لحالك في الحياة، ماذا ينقصك، هل انت عن جد بعد 31 سنة راضي عن حياتك، هل فعليا انجزت،
لا تعلق على والدك ووالدتك، كلياتنا أبائنا، إحنا شو طلعنا؟ كنا من عائلات متوسطة، لكن حاولنا نصنع أنفسنا. فهاي نقطة. نور خليك على جانب، لا تضل تبعدني عن الشباب. تعريف آخر للحياة هي عبارة عن مجموعة تجاربك التي تزيد كل يوم وتنقص من عمرك. شوف سبحان الله، هي مجموعة تجاربك التي تزيد كل يوم ولكنها تنقص من عمرك. كيف يعني؟ يعني أنت الآن، هي كل يوم لدينا تجارب جديدة، كل يوم كل يوم نكتشف شيء جديد، ولكن هاي التجارب نتعلمها بأيامنا، والأيام في كل يوم تغرب في الشمس معناها راح علينا اليوم. فحياتك هي مجموع تجاربك، ولكن تجربتي اليوم ما شاء الله عليك، يا الله يرضى عنك يا فرح، كل يوم بيزيد تجاربك وخبرتك لكنه بينقص من عمرك. فهذا الكم اللي انت تعلمته خده وجيبه لليوم اللي وراه. ترى دير بالك كلكم شباب اللي انتوا سامعيني، انا اكبر منكم، ديروا بالكم شباب، حتفشلوا وحتتعبوا وحتنصهروا وحتشعروا بلحظة، لكن خلي عندك شعور داخلي في رب عارف انك تسعى في الحياة وان رب العالمين رح يعطيك. بس ما تضل تركن على السلبية. تعريف ثاني للحياة، بالضبط بالضبط يا وسام، الحياة جراب سلوكك وردود أفعالك. فكروا بالموضوع، هي عبارة عن جراب. شو يعني جراب؟ يعني تبعت الكنغر هاي اللي بحطوا فيها، اللي هي الجيبة أو اللي الكيس اللي بنحمله على ظهرنا، هي عبارة عن جراب سلوكك وردود أفعالك. هاي هي حياتك، أنت من تصنعها. ما في ناس زينا، اليوم كنت عند أختي وبنتها بتحكي لي خلص خالته ملينا، عفنا عمرنا، بتعرفي خالته بطلت بدي أطلع ولا أروح، أنا خلص، أنا وصل لمرحلة أني أنا متحدة مع نفسي، هيك استخدمت متحدة مع نفسي. فالكورونا خلتنا نرجع لأنفسنا، والله نفكر فيها شوية وأسأل الله إنها تعدي عشان نرجع نعيد أفكارنا مرة تانية. تحكي لي أنا كتير قللت صاحبات، بطلت عندي تواصل اجتماعي، صرت أحاول دايما استغل الفرصة اصنعها، ترى كورونا رح تروح، شهر شهرين ثلاثة رايحة وحترجع الحياة، فخلي هاي الفترة فترة نقاها. طب أحكي لكم شغلة شباب، أنا من الناس اللي كانت الحجر بالنسبة إلي رغم من وجود مشاكل كون العيلة قاعدة مع بعض، لكن أنا شعرت إنها والله ريحتني، بطلت واصل مع الناس، أنا بتواصلش بالأساس، يعني بتواصلش مع الناس، بحكيش مع حدا، عملت عالم لحالي، أقرأ، أحضر محاضرات، أحضر لي أشياء نهفة مش عارفة شو، حافظت أكتر على التزامي بالصلاة والقراءة و شعرت إنه والله فترة الحجر كانت فترة راحة راس وإعادة ترتيب حياة، ليش لا؟ طيب خليني أحكي لكم، نكمل يلا. خليني أحكي لكم، لو بدي أسأل كل واحد فيكم، هل مررت بلحظة، يلا نبدأ وركزوا معي، فرح، حزن، ألم، حب، فراق، عطاء، أخذ، أنانية، افتخار، احتقار؟ هل أعطيت ليوم لحدا وفشلك؟ هل في يوم من الأيام مر عليك يوم فارغ كان طويل لكنه فارغ؟ طيب هل مر عليك يوم مشمس، ممطر، غائم، في عليه ثلوج؟ إذن الكل بيحكي لي إذن يا جماعة الحياة واحدة هي نفسها، لكن إحنا تقبلنا إلها وردود أفعالنا عليها هي اللي بتخلينا نسلك الطرق فيها. زي خليني مثلا أضرب لكم مثال شباب، خليني أضرب مثال، واحد فقد والده، نضرب أسماء، محمد، سمير، موسى. محمد تقبل الوفاة وكمل الحياة، موسى رفض وإلى الآن مش قادر يندمج بالحياة لأنه فاقد لوالده، وموسى
تحدى الحياة وقرر إنه أنا بدي أكون أحسن رغم إنه المسؤول عني والدي موجود. الثلاثة مروا بنفس الظرف، ولكن واحد تقبل، واحد تحدى، واحد رفض، وهكذا. شو السبب شباب؟ اكتبوا لي بالكومنتات شو السبب إنه محمد وسمير وموسى كل واحد منهم فعلياً كان تقبله مختلف للموضوع، نظرتهم للحياة بسبب السبب الرئيسي لذلك، طريقة تفكيرهم، نظرته، كل واحد شخصيته وطبيعته، الرضا، قراره، الخبرة، تعاملهم مع واقعهم. لاحظوا انتوا شباب اللي بتكتبوا عمالكم بتنسبوا كل اشي لمين؟ لشخصك انت، ما نسبت لغيرك، اذا هو هاد. طيب ما انكم طلاب جامعة، نشأته، قناعته، مجتمعه، ممكن إيمانه. خليني أحكي لكم شغلة اللي هي التوجيهي، كونه إحنا في الأردن توجيهي عندنا صاعقة. رسب بالتوجيهي منى، عليا، سميرة، نغم. منى عادت، عليا عادت، سميرة عادت، نغم عادت، ثلاث للآن شو مالهم؟ تحت نفس الظروف. منى لما عادت رسبت، وعليا لما أعادت رسبت، وسميرة لما أعادت رسبت، ونغم لما أعادت رسبت. ذكرناش بالتوجيه. إذن هدول اللي أنا رسم لكم إياهم فعليا في الحياة تعرضوا إلى نفس الظروف. ثلاثة قدموا توجيهي، الأربعة الخمس اللي هم أعادوا ثم رسبوا. تعالوا نكمل. منى قررت تغير مسارها، تركت التوجيهي وراحت على مسار مختلف، وصارت تحكي بعد 10 سنين إذا الله قدر ممكن أدرس. عليا رجعت أعادت. سميرة نجحت ودخلت الجامعة وأمورها تمام. نغم نجحت لكنها ما دخلت الجامعة. شفتوا بالنهاية في ظروف حياة بتتشابه، لكن إحنا بالنهاية لازم تكون قراراتنا اللي بتصنع حياتنا، مش إشي تاني. الله عليك يا بيسان، هي فكرة أنت تختار الطريق، ولكن لو الطريق لودت معك، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحكي لكم شغلة عني، يلا عيشوا برضو إشي خاص يعني، بس هذا الجروب مسكر صح عمار؟ عمار يعني مسكر دكتورة، بس المحاضرة مسجلة، ما في مشكلة بس ما عادي. طيب اسمع، تفضلي دكتورة. خدي راحتك دكتورة لبنى، لا بتقول أبصر شو ما بتضحكي. أنا عمري 40، وأنا إلي متزوجة 4 أشهر. طول الوقت لما كنت يعني صبية، وكان دائما يجيني، ولكني أنا سبحان الله أرفض، هم يرفضوا، تمشي الحياة، وأنا فعليا ما لم يكتب لي الزواج، وظلتني في بيتنا، وتوفى والدي، توفت والدتي، وأنا ظلت في البيت لحالي، طبعا مع هو كان أخوي تحت، وأنا لكني يعني ما بنكر كانت تجيني لحظات إنه في شعور بالوحدة، شعور إنه العمر بيمشي وما في شريك، لكني أنا ما كنت حدا سلبي، أنا كنت مقرر اختياراتي بنفسي. يعني أنا صح بنت، ولكني استغليت إيجابا. سافرت وين في مؤتمر أروح أحضره، صرت أحاول أعيش حياتي، طلع مع صاحباتي كذا، كان لي صاحباتي ضلوا منكدين لأنهم هم ما زوجوا والناس والدنيا، وأنا شاعري إنه شوفوا أنا عندي يقين بالله إني حتزوج، عندي يقين تام، ما بعرف متى، عندي يقين بربنا كبير إنه هذا حيصير، لكن مش عارفة متى، فبدي أعيش اليوم وبدي أعيش بكرة، لكن عندي كم من الثقة إنه ربنا رح يجيب اللي بدي إياه. صدقا ما عبست بيوم، أكيد مرت علي ظروف صعبة أكيد، لكني ما جعلتها عائق. كنت حدا أصحى على رواء أشرب قهوة وأقول أنا على الأقل الآن أنا مرتاحة، ما عنديش كذا، كل شيء جيرته إيجابا وليس سلبا، ويقدر الله عز وجل. هلأ
إني أنا أدرس. قبل فصلين درست علوم شرعية. إذا أنتم بتعرفوا جمعية المحافظة على القرآن، جمعية المحافظة بعتوا دبلوم شريعة سموها علوم شرعية، فأنا بدرس فيها فقه وتفسير وكذا عشان أنا ما أضليش في جوانب التربية وأنسى الشريعة، أضلني معهم. فدرست في مركز، درست ست الله يرضى عنها، أخذتني لابنها وتزوجت، وأنا الآن أحيا حياة مختلفة. أول ما تزوجت حكيت خلاص الحمد لله حلم البنات اتحقق. وإبي أواجه في الحياة إنه في هاي المنطلقة اللي تنهارها لحالها اللي شورها من راسها في زلمة بيحكي أو لا، وبدأت الصراعات وبدأت الحياة تختلف، وبدأت أشعر إنه الآن حياتي لا برجع أو بحاول أنا أتغير وأتكيف. وواحدي زيي لا ما بيصلح انه تتفكروا انه التغير والتكيف سهل. انا كنت في البدايات كل يوم افكر ارجع بيت اهلي، لكن سبحان الله هذا التفكير ابعده واصير ارن على ناس استشيرهم، ارد انا اجلس مع نفسي واكتب دفاتر. في يوم من الايام زوجي بفتح جرار واذ فيه هالقد اوراق كلها مكتوب عليها سلبا ايجابا، خطط شو عملت شو لازم اعمل ابصر شو. الآن إن شاء الله أنها الحياة تسلك، لأن إحنا ما زلنا في الأشهر الأولى. أنا ليش جبت لكم هذا المثل؟ شفتوا شباب نقطتين، النقطة الأولى أنا حياتي ما كانت ممهدة لكن عندي ثقة بالله، والعثرات كثيرة ولكن عندي ثقة بالله. والشغلة الثانية كل شيء في الحياة سلبي حاول جيره إيجابي، ما كان فقد الأم سهل ولا فقد الأب سهل ولا غيره، ولكن نفسيتك تعكس على الإشي. ممكن تنعزم على أكل زاكي منسف ولا كبسي ولا غيرها وما تقدرش تستطعم فيها، وممكن تروح أنت وصاحبك سندوشتين فلافل تشوفهم قد الدنيا. أنت بخيارك تقلب الأمور لا إيجابا أو سلبا. طبعا مش تفكروها هيك الإشي حيصير هيك سحر بس نطلع من دورة الدكتورة دلال وإذبنا، لا 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 لا, لا, لا. تحتاج إلى تكرار، وإنتوا لسه شباب حات كتير حتتعرقلوا في الحياة، لكن أنا بدي إياكم ما تنسوا كلامي، خلوا في بالكم هاي النقطة، يعني الله يغفر لهم يرحمهم. فأنا بدي إياكم عن جد تحطوا في بالكم هذا التوجه، ورغم إنه حتعانوا لكن ضلوا تذكروا الله يجزيها الخير الدكتورة، كل ما كانت تهبط معنوياتنا كانت تذكرنا الحياة واحدة كلنا بنمر بنفس الظروف، ولكن اختياراتنا هي اللي بتقرر نسعد أو لا. اختياراتنا هي اللي بتقرر نسعد أو لا. وهون بدي أحكي لكم كلمة مشهورة دائما بحكيها، السعادة قرار تتخذه لنفسك. السعادة قرار تتخذه لنفسك. أنت ترى السعادة أنت بتصنعها أو لا، لا بتنكد على حالك أو بتعيش كما تريد. فهي فقط تحتاج إلى إدارة ذات، إدارة انفعالات، تحسين سلوك، تحسين علاقات. وهذه نقطة شباب بدي أحكي لكم إياها، الله يرضى عنكم، هبة، نور، ميس، عمار، كل اللي كانوا معنا اللي تشاركوا أرجوكم، يعني أنا بدي إياكم تحسنوا علاقاتكم، أرجوكم. الأولى علاقتك مع الله. شباب أرجوكم مشاني يعني خلي علاقة طيبة مع الله. وما بعرف يعني أنا بشوف إنه من الشخصيات المؤثرة اللي بتحكي كلام طيب بعلاقتك مع الله عز وجل وحلو إنك تسمع له مصطفى حسني. أنا أدعوكم على اليوتيوب إنكم تحضروا له، يعني مصطفى حسني من الشخصيات اللي عن جد مؤثرة وكلامها طيب. هي رقم واحد. العلاقة الثانية علاقتك مع ذاتك. هلأ بس نسكر الزوم شباب، كل واحد فيكم يبدأ يحاسب نفسه، إيجابياتي سلبياتي شو بدي بحب ما بحب، خطتي لخمس سنين. طبعا أكيد أنتوا بس صغار وفرافير وهيك وبس لسه طلاب جامعة، بس اكتبوا أشياء على قدكم. لو عندكم صفات سلبية زي عصبية وعناد وأنانية وردود أفعال سيئة، أرجوكم غيروها ورح تشوفوا قديش نفسياتكم رح تتحسن. مش اتفقنا واحدة من معاني الحياة هي جيراب سلوكك وردود أفعالك
حياتك لما تكون فيها لآمة، لما يكون فيها كره، لما يكون فيها عصبية وغيرها، أكيد رح تكون الحياة مش حلوة. وكل ما كنت حدا محب وعندك عطاء وبتعرف تحب الناس، تعرف تحب والديك ويتردوا عليك وتكون على شبكة علاقاتك صح، والله إنك تشعر إنه الحياة حلوة. فلازم لازم لازم تفكروا كيف تغيروا. هلأ دكتورة منتي رايحة طبعا، ساعدينا من وين نجيب؟ إبراهيم الفقي كلامه جميل، عمر عبد الكافي كلامه جميل، حتى تجدوا بالإنترنت محاضرات ودورات بتحكم عن مهارات الحياة، عن إدارة الغضب. أرجوكم شباب احضروا قدر الإمكان، طبعا القراءة طبعا هبة، القراءة احضروا اقرأوا ثقفوا أنفسكم عشان تحسنوا ذاتكم أرجوكم. طب يلا نرجع عشان ما يضيع علينا الوقت. هلأ بدي أحكي لكم بعض الومضات الحلوة أعيدهم، يعني المعروفين مصطفى حسني، دكتور محمد عمر عبد الكافي، مين كمان، إبراهيم الفقي، كتير في شخصيات. طيب تعالوا يلا أحكي لكم بعض الومضات الجميلة اللي أنا حبيت أحكي لكم إياها حتى تصلح الحياة شوية. يلا نبدأ. الومضة الأولى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الله عليك يا إسراء، الله يرضى عنك ويسعدك وبارك فيك. شوف ما أحلى حديث الرسول، هذا شعاري طول الحياة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تحط إشي في بالك ورب العالمين رح يعطيك إياه. من الومضات الحلوة في الحياة: هذا الوقت سيمضي. ترى هاي عبارة مشهورة كتير، هذا الوقت سيمضي. إذا كان حلو وانت مستمتع فيه بس رح يمضي، وإذا كان شنيع ومتضايق فيه رح يمضي. أنا دائما بحكي اليوم اللي بتطلع شمسه رح يتغيب، فما تحكي الهمه، ألم حزن فرح كله رايح، هيك الحياة. من العبارات الجميلة اللي بدي أحكي لكم إياها: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكن التحكم فيها. لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكن التحكم فيها، يعني ضلش حاط في بالك أبوي عصبي أبوي عصبي، أو مثلا أبوي بعمل عامل نظافة، أو مثلا أنا عندي حالة إنه والدي والدتي مطلقين وأنا عندي. ضلش تفكر بشيء أنت لا تملكه ولا تتحكم فيه، فكر بالشيء اللي ممكن أنت قادر على تغييره. من العبارات الحلوة: لا تبني سعادتك على أحد. ديروا بالكم يا جماعة، يعني إياك تعتقد إنه سعادتك بوجود الوالد والوالدة والزوج و كونوا على ثقة، كله رايح. أول ألم تألمته بحياتي لما فقدت أمي وأنا لسه خريجة الجامعة، هذا كان ألم الذروة في القمة، وأنا أصغر واحدة في البيت، شباب وبنات، أصغر واحدة. لكن بالنهاية تكتشف إنه كله رايح، لذلك لا تبني سعادتك على أحد. يا رب يغفر لهم يا رب. من الأشياء الومضات الحلوة: اخفض سقف توقعاتك. يعني تفكرش إن الحياة رح تعطيك كل شيء، دير بالك رح يجي المرتشي وياخد منك، ورح يجي ابن الواسطة وياخد وظيفة، ورح تتوقف من الشرطي وتتبهدل لا ترفع ولكن الله يكرمكم شباب ما شاء الله عليكم. ولكن خلي دايما تعتبر إنه رح تتعب وتجدها في الدنيا والآخرة، والدنيا مزرعة الآخرة. دررررا دلوقتي هحكي ومضة مهمة جدا في الحياة: تعلم كيف تقول لا في الوقت المناسب. يعني بلحظات تكون قوي وجريء وإشي ما بدك إياه وإنت رافضه أحكي لا. من العبارات الجميلة اللي أنا جبت لكم إياها: أظهر حبك قبل فوات الأوان. أظهر حبك قبل فوات الأوان، مش حبك يعني قصدي حبك يعني شباب وبنات، هذا اللي بعملها يا ويلو، أنا قصدي أظهر حبك للوالد والوالد والأهل والإخوان والحياة والأشياء وال أنا هيك قصدي. من العبارات الجميلة والومضات اللي جبت لكم إياها: المال لا يشتري السعادة. ديروا بالكم، يعني احنا يمكن اغلبنا من عائلات متوسطة لكن سعيدين، ما مالنا اشي. شو مال العدس بالشتاء؟ حدا يجاوبني يا جماعة، مال العدس بالشتاء مع بصل اخضر مع فجل
والخبز بجنبه لا محمص لا ما نقطع نحطه عليه ماله يعني هو رمز للشتاء. طيب من العبارات اللي جبت لكم إياها أثمن ما تملك صحتك، ديروا بالكم عليها يا جماعة جوعتينا. ترى أنا اللي جوعاني، أنا كان عندي طول اليوم عندي اجتماعات ما قليش مروحة ساعة زمن على البيت فمحدش يحكي عن الجوع. طيب برضو من العبارات الحلوة اللي بدي أحكي لكم إياها اللي أنا جبت لكم إياها، لا تخف من ارتكاب الأخطاء، لا تخف من ارتكاب الأخطاء، رح تغلطوا مرة وتنتين وثلاثة ولكن اتعلم من غلطك، اتألم واستغفر وارجع ورح ترجع تتألم ورح ترجع تغلط، ولكن أبداً أبداً ما تعاقب نفسك على الغلط، وكل ابن آدم خطاء. طبعاً يا وسام أكيد الأخطاء لها حدود طبعاً، وفي النهاية لابد من الثقة التوكل والرضا، الثقة بالله الرضا بالله والتوكل على الله، الثقة بالله والرضا بما يقدر الله والتوكل على الله، الثقة بالله والرضا بما يقدر الله وحسن التوكل على الله. وفي النهاية حياتنا بشكل عام هي واحدة، لكن نحن من يختار الطرق التي نمشي فيها. بتمنى يكون هيك كلام طيب بسيط وصلت لكم معلومة جميلة، وأنه كل واحد فيكم يا رب الشخص الذي لا يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. لا ما هو إذا ربنا حاميك ويعني هاي الدنيا يا جماعة برضو يعني في مشاهدات كثيرة بتخليني أشوف غيري، وبالتالي الحمد لله أني ما وقعت بهذا الإشي، يعني بالعكس نيالي ربنا حامي. الله يرضى عنك يا إسراء، الله يرضى عنك ويسعدك وبارك فيكي، يعني كنت سعيدة معكم كتير. أسماء برامج يرانيا بنتنصحي أحضرها، بس أكتب على يوتيوب مهارات حياة أو إدارة غضب أو مثلا فن التعامل مع الحياة أو كذا، يا الله شو بيطلع لك محاضرات وأشياء حلوة، وفي كتير 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 ناس أنا بحضر لهم سعوديين خلايجة، يا الله شو شاطرين. حسابي على الفيسبوك دلالة اقطشات بالعربي، بالعربي دلالة اقطشات هذا أكاونت، وفي عندي صفحة اسمه الدكتورة دلالة اقطشات كله بالعربي. الله يسعدك يا لبنى ويرضى عنك ويكرمكم وأفراح ونور. thanks I was joking. أبصر شو اللي راح اللي مش عارف شو التعليق. طيب الله يكرمكم بالدنيا والآخرة ونلتقي على خير وسلامة. طيب وانت كمان ما قصرت دكتورة. نعم. دكتورة يعطيك العافية، بدنا نفتح المجال للأسئلة لو أمكن، يلا إلا لو مستعجلة. لا يعني معي 5 دقائق بعدين بفرط من الجوع، تفضل. طيب يا جماعة اللي عنده أي سؤال يتفضل، هاي الدكتورة معاكم، سواء حبيتوا تكتبوا السؤال على الشات ولا أرفع إيدك وبنخليك تتداخل مع دكتورة دلال صوتية، نعطيك فرصة تحكي معاها، يلا فرصة. الله يعافيكم سيما. طيب دكتور في سؤال وصلنا على الكيو اند اي بيقول لك مشكلتي بعرف ذاتي وبعرف كل إشي لكن مشكلتي مع الناس. ايش بتردي عليه هذا دكتورة؟ ما هو ما عرف ذاته لا مش مشكلته مع الناس. بعدين شغلة تانية، عمرك صغير يعني حتى لو واجهت كيف يعني، فلنفرض انا بدي اطلع ايفنتات انا بنت ووالدي بحكي لي لا يابا ما في طلعه انت بنت كذا مثلا، هذا فانه مشكلتي انا عارفه ذاتي انا حاب اشترك لكن والدي مانعني. صبرك شويه، اما بالزن بيجي اذا انت واثقه انه هاي الايفنتات بترفع منك وبترفع من قيمتك، هذا أول نقطة. أو النقطة الثانية، ارضي الآن بهاي الفترة لأنك لسه بالجامعة، ولما تبقي تكبري يعني تكبري لما يعني في مجالات كتير ومبادرات ممكن تشغلك فيها. هاي مثال صغير يعني، فلا هي مش طيب. مشكلة هو بتصير مسألة وقت شباب، هي بس بتصير مسألة وقت وكيف توصل فكرتك. يعني يا الله اكتشفت لكم يا بنات، يا بنات سكر يا عمار وهالشباب أدانكو، اكتشفت لكم أنه الأب والأخ والزوج ما بيجي إلا بالكلمة الطيبة، يعني عامليها مش عارف إيش بيجي. فأما والله والله يا الله شو الدهلة دي على الأب بتيجي، تعملي له هيك شاي وتجي قعدي بجنبه يابا يابا ولا بابا بغض النظر. ف
فكمان ما هو الأسلوب بيلعب دور. طيب دكتورة، في سؤال كمان، كيف بنقدر نسامح حالنا على الأخطاء ونبدأ حياتنا من جديد؟ وفي إسراء بدها تتدخل صوتيا معك. في شباب شربوا مخدرات، في شباب طلعوا مع بنات، في شباب أجلكم الله أجلكم الله يعني وسكر، وفي ولا شباب عارف لأي مرحلة ضربوا أمهم ضرب يعني هاي الذروة. في شباب رسبوا بالتوجيهي مرة وتنتين وثلاثة لأنهم أحملوا إحمال شديد، ولكن كله يغفر يا ابن آدم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة، رب السماء من سابع سماء بغفر. فالبشر لازم الأولى إنهم يغفروا لأنه بشر، زي ما أنا غلطت رح يغلطوا. وبالعكس يعني أنا بدي إياك بس، أو أنت صبية أو شاب ما بعرف، بس احكي استغفر الله استغفر الله، وأعيد يعني التوبة إلى الله عز وجل، وكون على ثقة ربنا غفور رحيم. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت ما كان منك ولا أبالي. ولا تحط في بالك، امسح ذنبك وامشي في الحياة وانت رافع راسك. طيب دكتورة إسراء بدها تتدخل معك صوتيا، وبعد نور وخلاص وهنوقف الأسئلة. يلا عشان تروحي تاكلي دكتور. إسراء تفضلي افتحي المايك، تقدري تفتحي المايك الآن، تفضلي. دكتورة يعطيك العافية. لأني يا إسراء فعلا 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 دكتورة مش عارفة من وين بدي أبلش بالحكي، بس شكرا إليك كتير كتير. ممكن هاي الفترة إحنا يعني خصوصا يمكن أنا مضغوطين كتير كتير هاي الفترة بالدراسة بالمحاضرات، وبنحس إنه خلاص إنه عن جد ما ضلش عنا حل من الإشي. فعن جد كانت إنه هاي المحاضرة إنه هيك دفع لقدام إنه لا نرجع نفكر في المواضيع. وبس كنت بدي أسألك سؤال، إنه كيف الشخص عن جد لما يكون يعني بهيك ضغط كبير كيف بيقدر يخفف عن حاله قدر الإمكان؟ الله يحفظك. أنواع التخفيف من الضغط: الأكل، الرقص، الجلوس مع الأصدقاء، الجلوس مع الأم وناس، جلوس مع العيلة، تنظيف المطبخ، الجلي، المسح. والله يا جماعة إني ما بضحك عليكم، أحد الأساليب بس بشرط ما يكون النية بس للمسخرة وإني أنا مال، بس يكون الهدف إني عن جد أنا بدي أفرغ عشان أنا بدي أواصل حياتي. والله يا جماعة من تجربة، إني مرات لما بمل وبعيف عمري بكون عندي ضغط محاضرات ودورات وغيرها، بعمل ستوب بروح بجلي، بفتح المسجل لأبعد ما يكون وبصير بجلي صحنين وبلف يعني حوالي مرتين، بشعر إنه تغير الوضع. فوالله تخفيف الضغوط بيكون بممارسة بسيط سلوكات الحياة، بس بشرط خلي النية عشان أنا بدي أكون حدا أحسن. الصحوة بعد الفجر مع فنجان نسكافيه أو قهوة بغض النظر بتحيي القلوب، سهرة مع الأهل بتحيي، شد مع أمي ولو مع والدي بتحيي، أحضر فيديو فيلم مع، والله يا جماعة والله. فهي دي كمان. طيب دكتورة نور كمان عنده مداخلة، هنخليه يحكي. نور تفضل. يا يا نور يعطيك العافية دكتورة. أهلا أهلا يعطيك العافية. أهلا يا نور. أنا بس بدي أحكي لك أني كتبت عمري بالغلط، أنا عمري 23، قدمت توجيهي ثلاث مرات. طيب صغير. قدمت توجيهي ثلاث مرات ورسبت فيهم، بعدين التربية منعتني إني أقدم، جيت أقدم الرابعة منعتني. الباب كل باب سكرت وجهي، ما لقيتش حل. ليه كتبت لي حجي؟ إن شاء الله تحج يا نور. نور تعرف ليش سكرت الأبواب؟ ليه؟ لأنه مش بوابك، مش أنت، مش شخصيتك. أنت لك باب إن شاء الله سيفتح، ولكن بما يتناسب معك. أنت يعني حكيت. أنا آسفة يعني أنا آسفة، هذا موضوع تاني بس يعني بدي أمر عليه مرور. هو إحنا كلنا لازم نكون متعلمين عشان نكون سعيدين في الحياة؟ هو مين قال إنه كلنا لازم نكون دكتوراة وأطباء ومهندسين عشان يعني؟ أنا دائما بحكي للبنات، إذا أجاك واحد متعلم وواحد صنايعي لكن وضعه المادي كويس، وانتي بكالوريوس ولا ماجستير، فكري بالصنايع الكويس ألف مرة، لأنه انتي بنيادك تعيشي مع رجل عنده خلق وعنده مصاري.
فاهم علي؟ يعني مش كل الحياة لازم تصير زي مصنع التفريخ اللي حطوه علينا أهلينا، أول ثاني ثالث لعاشر، بعدين علمي أدبي، بعدين ندخل الجامعة، ويا ويلي اللي ما بيدرس. مين حكى؟ فأنا قصدي نور والله إنه يمكن لأنك أنت موجه دماغك بس على إشي واحد، إنه هذا هو طريق نجاحي. اهدى شوي، طلع على جهة تانية، فكر فيها واطلع من السنوات اللي لك عايش فيها، وحاول فكر بطريقة تانية. باسمي وباسمكم جميعا نشكر الدكتورة دلال القطيشات على المحاضرة الشيقة والرائعة اللي أخذتنا خلالها في حكي كثير جدا وموضوعات كثيرة جدا. استمتعنا، ما ملينا والله نهائيا. المحاضرة جدا شيقة دكتورة دلال. هي انت شايفة لو تشوف الرسائل دكتورة، الكل قاعد بشكرك، الكل قاعد بيقول الأسلوب جدا رائع. يعني 100 شخص من بداية المحاضرة لآخر لحظة في المحاضرة موجودين، ما طلعوا. الحمد لله الحمد لله. وللمية هدول يا عمار ذكورا وإناثا، كله هيك هيك هيك. الله عليك يا دكتورة، الله عليك. طيب دكتورة باسم RBC ستيم في جامعة البتراء، إن شاء الله بنحكي لك إنه هيكون إن شاء الله في جلسات قادمة على نطاق أوسع. إن شاء الله إذا فرجت الأزمة في القريب العاجل، إن شاء الله راح يكون في إنا لقاء على أرض الواقع دكتور. خلاص بإذن الله. والله يسعدك ويعطيك العافية دكتورة، وصحة وهنا إن شاء الله على العشاء. خذي راحتك. الله يسعدك، الله يكرمك. شكرا شكرا، استودعناكم. الله يستر عليك يا جماعة. خليكم معلش البنية، خليكم، خلي الدكتورة تروح بس انتو خليكم، بدي احكي لكم شغلة بس. السلام عليكم فيما يخص المنصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يعطيكم الف عافية جميعا. احنا سعداء جداً